أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب إلى آخره. إن شاء الله تعالى وحنكب الله بأن آيات ده أفرتني السقال إلى آيات اللحدة إيكو من سورة البقر. ربنا إسرائيل قيب وين با سورة لقاها الله وحيا ببضان السمايين وجريمة بالغو الشيقى نعموين كي لسيين ومارك الله ترين ياسي إني دوتهاي إني حق قاتان أيتهاي نعموين كي الله سمايين يماليه للاسو مري يسيدي آية. وقال الله وحوليهاي واذكر وإذ نجيناكم واذكر كشاكا إذ وقت نجيناكم أن إذ انكبت بادني من آل فرعون فرعون إيا أسكرتيسي إيا دادكيسي يصومونكم وحي إذن ددنسيين سوء العذاب عذاب كيس حنب إذن ددنسيين ومحي عذاب كاي ددنسيين يذبحون ويقورعين أبناءكم ويلشيني بيقورعين ويستحيون ويباقيين أما ويصورهبين ويدايين نساءكم هوين كيني قبله سيأيو أديك سدان. وفي ذلكم أرنتا وحاكسوا من بلاء امتحان من ربكم ربكين كأهادي امتحان كاسو عظيم وي ذلكم تأشارة ذا هدي لغو عليو لبات هذا إيا عذاب كاللوغ جيستي في ذلكم عذاب كأيا لبكاسو وحاكسوا من بلاء صبر كدون وي وامتحان صبر كدونه ذلكم تنعمين تأيا نمدقلين تلا نمدقل يهدي لغو علينا بلاء وامتحان شكر كدونه وي مركا وحي أهيد بالي لفرعون كبر إسرائيل واكي تغين وقت النبي يوسف أي مصر تغين فرعون كي مركات شوغي ومقعيث وحالة ديه ترالي الوليد بن مصعب قابوسنا وحالة ديه ترالي لفظة فرعون هنا مقع ميه وقاس أما سلطان إريها المثل قولنا فارسيين تأما إيران بقر كوضا كسرى بحالة ديه تري خير رومنا قيسر بحالة ديه تري خير حبشيادنا وحالة ديه تري نغاش أما النجاشي مركوا مقع نك مدح ذا لغوشة نك صو مصر مدح كا فرعون كاتي أسهل كيسور وحكسو كذا ليري قارد إيش يكيم تبال ليري يمن بوكته جين والي القبليين تماشى سك استبها عتين نك صوها مركوا حكور حيوض يبال ليري أما فالي ياشي أي كوي لهدين هو أرجع جحي سوى الضب انت لغوشة ذي مصر ربنا إسرائيل أي ضب كوشة ذا سلا صو كله في ينوع عصو أركي waxaa loogu fasiray wiil qoladan ka dhalan doona inuu boqortooyadiisa burburin doona loogu fasiray marka wixii uu kaga horsegi lahaa wuxuu ka dhigay oo amar ku bixiyay wiil kasto oo qolada u dhasha in la gowraco wiil kasto oo gabadh kasto u dhalatana la daayo la khidmaysiiso laga shaqaysiiyo marka reer bani Israa'iil isaga shaqaalo u ahaayeen wixii nool iyo wixii wax dhaqdhaqaaqiba marka shaqooyinka ki qaban waayeen gibir baa laga qaadi jiray sababku wuxuu gowrici jiray sababkaas oo ahaa asaas uu gowrici jiray nabi ilaah muusa markii dambe waxa la yiri war sidan hadaad ku wado reerahan u dhe way dhamaanayaan bal si kale u bedel wuxuu bedelay sanadna in wiilasha la gowraco sanadna la daayo sanadkii la gowracay nin Haaruun baa dhashay oo Muuse ka weynaa sanadkii gowracana Muusa dhashay qisadiisu markaa waa ka inoo qoran tahay quraanku inoo sheegayo badda lagu tuuray oo sidaas ay ahayd marka reban Israa'il baa waxa loogu madna sheeganaya oo Allah u leeyahay waa kaan idin nabad gelin dadka markaas joogo oo nabiga la joogo lala hadlaayo wixii aabayowgood loo sameeyay yaa de iyaga madna u ah aabayowgood loo sameeyay waa wax tar iyaga loo taray aabaha wixii loo taray marka warku war xusuusnaada oo bal ka warhaya id waqti najiinaakum aanu idin nabad gelinay najihu waxa weeye waa meel sare yaa najileena marka qofkii dhibaatadii baa laga dhex tuuray najiinaakum aan idin badbaadinay من آل فرعون فرعون دت كيسان إذا كبت بعدني وحاء آل كب لوجو تيرنا يا يجا لب عشير شيء سو أمرهم بمحن شيء يصومونكم ويدن ددنسيين سؤال عذاب عذاب كيس حم بيدن ددنسيين عذاب حن وعذاب تيح ما واك والله تفسيري وحلا يذبحون أبناءكم ويلشين الجورعين ويسعيون ويباقي يا لنساءكم وين في نساء يدن كخد ميان وفي ذلكم امتحان كان وحا كسغن غورعا يا دباتا دال ايدين غيست بلاء وصبر كدون وفي ذلكم امتحان كان وحا كسغن لا ايدين نوغليه بلاء وشكر كدون
من ربكم ربك إن كات عليم وين الله وحيد إن كربا نعمة الذين سميين إن أد الله وش فريدان وحقق هذا التاون مركب وحوي ويلش يا قبرين ولا جورع شروح السميين للي هاي قبل سوكر مير رهيب من إسرائيل ميل شو قام قبل سوكر مير يقول وديالا وهو يجينا هو صافير يا أو قبل هذا الشيء يتأور كله يتلقى بي يتلقى بين سوكر وقعد ساتا لو جورع شري أو لو حق له قال نعمة ذا شو نعمة رهيب من إسرائيل لو جستي بها هاي نعمة ذا كلا وحيا هاي واذكروا حصوصا إذ وقت فرغنا أن دين كلا بحني أن دين برنين ودوين بكم إذن كالبحر بدا فأنجيناكم أن إذن كان أن إذن نبت قلنا ربك إذن كسو فول لها اللي إذن كان نبت قلنا وأغرغنا أن ما شينون بيكوها لأجن آل فرعون فرعون يدن تدكيسي وأنتم إذن كنا تنظرون آديقيسين مركز ربك اللعين بدا كلا بحدة هذا بحداسي وبحر قلزم بدا اللي يخان وبدا مصر بيكوتا بدا عسوية مركز سبب كوحوها نبي الله موسى وحالله شيغي مركز دباتاتي بدتي أو فرعون لغا حالواي يا waxaa la yidhi waxaa guurba habeen la guurba la yidhi banu israayilta ay soo gaysiisan habeen la guuro meesha tago halka maraleen nabi ilaahay muusa habeen buu la guuray horta waxay sameeyeen waxay reebani israayil waxay reer qibdi ka soo ergisteen xulli fara badan bay ka soo ergisteen habeenimay baxeen marka waxa la leeyahay qudratti ilaahay taala habeenki reer fircoon markuu ka warhelay inay qoladan u baxeen mashaqa ku dhacdayo wuxuu yiri hal isu soo ururi neefari inta la gowracinta neefka saanta laga bixin la isu ururo ilmatal wuxuu isu keenaya 1 million oo kale oo askara baa la isu keenaya ama 100,000 ama 200,000 wax ciida ka badan baa la isu keenaya marka wuxuu markaa diig u ciyo markaas la dhaqaaqaya waxa la leeyahay diig ma ciin habeenkaas waagi oo ku bariyay bay arkeen qoladan nabi muuse uu watana badi bay dul tageen wadana uma furra marka uu ka daba baxay وحيلو وين نجا عريان ولا شديمة قليلون وقلا يربون قلدا ولا لين وين نجا عريان أضل غادا ما إنه وكان ذب بحي قلدا ذهير النبي موسى لسعته وين أركان رافر عنا هلك صو سعته قدينا هلك نحيلن تاي ولما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إن لن مدركون وروانا لسوق قاري موسى حجالو قبري أنا هلك نبلا أمري بي مركز سالين أش كله فبدا فانفلق فكان كل فرق كطود العظيم لبي يتبون وذاك بناناتي مركز sidaasay marka badi ku mareen waxa la leeyahay marka fircoon markuu arkay meesha halisteena uu qaban kari way fariskii marka hor u galay reeban israayil xagga shishe ay uga baxeen reer fircoon markay ku soo dhamaadeen bay badi isku furantay marka reeban dadee gumeysha ku soo koray bay ahaayeen qolada reeban israayil way iska khalkhalsanaayeen markay badda dhex marayeen bay yiraahdeen isma aragno ama dad naga haray taaqada dhexda looga furay baa la yiraahdeen dushaas ay uga baxeen taas waxay leeyihiin oo fircoonin u dhintay in kala dawar ma hayn ninkii de fircoonin u dhiman ba lama ahayn waa kala soo saaray marka badiisa la soo saaray oo ka saalay marka macnuhu waxa weeye way eegayeen markii fircoon halaagsamay way eegayeen ilaahayba ku hayeen indhahay ku hayeen oo badu siday ugu halaagsantay iyo fircoon oo dusadiisi la soo saaray daatadiisi bay arkayeen nicmadaasina waa nicmo reer banu israayil lagu manaystay wadkur ka sheekay in waqti faraqna aan kala bixinay kala jeexnay weeye garo بكم إذن كأن إذن كلاش يعني البحر بدي بحر قلجمة هنا بدع عص فانجيناكم وان إذن نبدق لنبو أغرقنا إذن كوا إذن نبدق لنبدي واتك بحرين وأغرقنا وان ما نشيني آل فرعون فرعون يدد كيسي وأنتم إذن كنا تندرون أديقي شان مركب بدو كفة تهيسي يميت كودو مركب بدو دوله هابيين وذر كيسي مناصبة يربا كرد حيسا نبي الله موسى سيدو أبد بادي يسيدو مديسي أبد بادين nabi ilaah muuse gowrici wuxuu uga badbaaday badda lagu tooray miyuu kaga badbaaday qoladaana waxay kaga badbaadeen fircoon qabashadiisii badda dhex galeen oo kaga badbaaday waa munaasabad cajiib ah weeyaan wixii nabi muuse ku badbaaday bay ummadiisiina ku badbaadeen thumma wadkur haddana ka sheekee idu waqti waacadna aan la ballanay ama ballan u qabannay muusa muuse 40 leylatan afartan habeen baan uga ballan qabannay ثم اتخذتم العجل ديبي بعد وحد كسب يستن من بعده انتو تجي كذب إلها أدعى بدان وأنتم إذن كن الظالمون واتكجر دفع إذن سدا حق ما هاي نبي الله موسى مركي أي بدك كتلابين وصينا إيو أرض فلسطين وتلابين وحيدا ود جميس بن كسب عن وحير مليهين دين أن كنا قلنا ربنا أو أن كنا قلنا إلين دين الآن يو هو حوي دبات هذا عيسى نبي الله موسى مركه الله بابا لنا قبتي
إنه يعني ماشي بريجه ولا لقولها لدور سيناها وتقصي ديني وحي الله وسور ديبه مركه روح الله قبت سدن هبين مركه سدن كهبين مركه لما ذين بالي هو عضي ذي بالي سدن كهبين هو صمنا هو عضي ذي مركه ساتوبن هبين وكلا لقول دري وبش ذي الحجة سدن كهذي يتوبن كا كحكته أو محرمة يلا شيئا مركه واتممنها بعشر وعدنا موسى 30 ليلة واتممنها بعشر toban ka saas loogu daray waa toban ka arafa layri waa toban ka muharram ba layri hore yaa loogu daray marka sidaas ay ahayd diin doon buu aha oo diintii ba marka loo soo dhiibi doona waa markay dhibaatooyinka ay la kulmayaan la tus ay leeyihiin ilaahi waa waqtiga marka waqtiga nabi ilaahi muusa sallallahu alayhi wasallam ayay wey oo meeshii markay tageen oo muddi dhamma muddi sadan habeen marka la joogayna war muddi waa la soo garab soo daba maray waa sidee markaasa waxa weeye toban kala loogu daray sidaas oo kale marka waxa nabi ilaahay muuse loo sheegay isagoo halka ku maqan walqad fatana qawmaka min ba'dika wa dhallahu musamiri muuse samiri baa dib u sameeynay wuxuu yahay ilaahukum wa ilaahu muusa waakin di muusa waaba iloobay wa soo deeyay ilaahu nuga ku maqan yahay sidaas oo kale way waqti ka sheekay waacadna aan la ballanay muusa muuse 40 leeylatan afartan habeen maalintu habeenku ba iska raaci marka waad garanaysaa sodon ba markii hore lagu ballamay 10 habeen ba lagu daray ثم اتخذتم وادي يلتين العجل الدبقي من بعده من بعد ذهابه انتو تغيكذب إله باتك يلتين مفعول كي لبات باقوان وانتم يدنكونا ظالمون وكوغر درهيدين دبقى سيدا يوصو ميستين وحوها حليدي اي لسو بحين بويري اي نو اسكتور مسامير مسامير يقول وحو اهبال المنافقو قول الدبق قول الله ادع عابده احيو كرح كريبالي وحاكلو ليليها موسى بن الظفر بالده سيليو مركي نبي موسى بدل لغتوري waadunni lugu tuuray wa isagana buuraha lagayay si gowrac uga nabad galo marka waxa la leeyahay jibriil ba koriyay kana fir'aun ba koriyay wa muusa ladii rabbahu fir'aun mursalun wa muusa ladii rabbahu jibriil kaafir wa kale xulidi ba la isku soo daray uu sameeyay dibi bu ka soo saaray malaku jibriil faraskiisu meel ku joogsaday ba wuxuu fahmay dhoobadaasi ciidaas waxay taabatay inuu noolaanay tii bu soo qaaday dibigi buu ku sayday oo ku shubay dibigii uu codayayba waa dhawaaqay markaasay hareeraha intay iska taageen bay ku hamaameeyeen walqad fatana waan fidnay markale isagoo looxdi wata soo ku soo socdu hamaamadii maqlay ba leeyahay hada sawtul fitna buu jilbaale looxdi buu ka tuuraya marka sidaas ay ahayd qisadu allah wuxuu leeyahay summa afawna ankum waan idin saamaxnay min baadi dalika inta kadib la'allakum tashkuruna siada la ugu shukriidan saamaxaada markay dibigii sameeyeen oo ay caabudeen ya Allah subhanahu wa ta'ala yu nabi Muuse ducadiisi iyo barakadiisi buu ku caafiyay oo ku saamaxay si ay la ugu shukriyaan nabi Ilaahay Haaruun oo dhulka lagaga tagay maamulkooda lagaga tagay isagii 12 kun oo kale yaa sujuuda ka qayb galin oo meesha ka qayb galin nabi Ilaahay Muuse markuu soo noqday waa ku walaalkii gadi la bedaan isu qabtay walaal isaha ii galin qoladan way diideen waxaan ka yaabay hadaan qayb lamida la goosan lahaa ibn Israil bar kala tafaraaru ciisa inaad tiraahdo marka waa kan nabi ilaah muuse dibigi intuu u tagay muuse saamir war waa ku siday la misaase waa ka yiri ku habaaray wax taabta la waayay kadibna waa ka dibigi intuu burburay badda saa ugu sayday waxa weeye badii markii lagu sayday bay badda lafteedii cabeen dibiga jacayl ay u qabaan iyay cabeen oo barakeysanaya badda marka nimankaas khaladaadka badan ay galeen waxa weeye waa allah uu ka cafay subhanahu wa ta'ala uu ka saamaxay way thumma afawna ankum وان إذن سامحني من بعد ذلك انت كذب لعلكم تشكرون سيادة لا أقول شكري ذا بركة ربنا يسر روح عليها ألا كو شكري أو نبغنا تسفدي سهايسان راعوي معني شكري قنا وحوي شكري حمدك حمدك أفكنا وعلى قفل لنك را وعلى قهد لك را فعل وعلى قفل لك لكن شكري هو فعل وي إلا فعل لقفل يالد دوني وحوي إن ضاع لغم وتيوي شكري أحضن والبسيط اللي قلت لك لا استعماله بركة وحال ليهاي cidda kaa sarreysa axadka kaa sarreeya shukrigiisu waa inaad adeecdo oo adeecdo ka kula siilman shukrigiisuna waa inaad wuxuu kuu falo in kuu ixsan falo uu abaalgudo ka kaa hooseeyana waa inaad kaalmaysa way shukrigiisaasuna marka shukrigu waa ficil weyn reer banu israel marka shukrigii noocaas ahaa waa laga waayay cid kasta oo sidooda ahaatana sidoo kale way marka dibigaas waxay ku caabudi jireen hareeraha intay iska tubaan oo xilqa u sameeyaan yaa isagu cod buu leeyahay soomaa codkiisa markuu qaaq yiraahdo iyo iyaguna qaaq ka dhahayeen wayna raqasayeen oo raqas bay sameynayeen oo saasi u foosforsanayeen oo isu lululayeen dibigaas isaga wayda tayna wadkur ka sheekee
إذ وقت آتينا أنسيني موسى موسى الكتاب كتابك تورادها أنسيني إيه والفرقان حقية بعد الكلاسوع ملك والفرقان داسي كتابك صفوتها وودو والإسكو عطفاه صفة إيه صفة موصوف كذا والإسكو عطفاه بلغضة عربتها لعلكم تهتدون سيادو هنونتان كتابك هنونك وطا نبي الله موسى كتاب التوراد بالسيي وأحكام كقرنتها وحا الله وحي كدق ملهايين وانا حقية بعد الكلاسوع علماء قار با كفة سيرة والفرقان وحقوني هو الفرقان إيه كتابك قرآنك الكريم كها مناسبك وحاوية إن كتابك يا فرقانك با أي التوريد مقدان إلا التوريد كتابنا وإيه فرقان وإيه فرقان حق يبادل كالسوع شري خير كالسوع هدي هنونيو ضلال كالسوع وذكر كشاكي إذ وقت أتينا أنسينا موسى موسى الكتاب كتابك تورادها إيه والفرقان وهو الفرقان وإيه وحق يبادل كالسوع لعلكم تهتدون سيادو هنونتان هنونك كتب بالغة قاتاين meel banana laga ma hanuuna sidiisaba walla subhanahu wa ta'ala wuxuu u soo diraya rusulsho kitaabta u keenaya in lagu hanuun marka hanuun meel kale ka iimaanaya ma jiro haddana waxa kale reer bani israayil idii waqti ka sheekay qaala u yiri muusa muusa li qawmi tulki u ku yiri ya qawmi tulkayo innakum idinkum zalamtum wa hadulmidan anfusakum naftina zulmidan oo nafta maxaad ku dulmineen bi tikhadikum samaysa shadina ama yeelashadina al'ijli dibiga ilaahan aad ka yeelateen si marka mar hadda dalalka samayseen war u ahaa idin furan wada idin furana fatuubu tooba keenay ila baariikum khaliqina u tooba keenay faqtulu anfusakum naftina dila tooba keenka waa waxa nabi ilaahay muusa wuxuu ku yiri naftina baa dulmadeen macneedu waxa weeye dhibaatada aad geysateen idinkay dibidii ku noqon allah waxba kuma yeelaysan muusana waxba kuma yeelaysan dulmiga aad la timaadeen idinku wax idin yeelaya weeye oo ciqaabidii soo jiidaya dulmigana waxaad ku samayseen waxa weeye dibi baad ilaah ka dhigateen oo cibaadadii alla lahaa yaad shay kala siiseen waxa weeye war alla u tooba keenaa la yidhi baari iyo khaaliq waa islaamid laakiin waxa la leeyahay baari uu waa samaynta khaaliquna waa kala farsamay khaaliqnimaduna waa kala farsamaynta iyo kala hanaaninta adu waa islaamid waa marka reer bani israayil waad arkaa hoos bay u noqdeen fircoon oo ilaahnimo sheeganayay ka yimaadeen fircoon oo nool oo dee shaqaynaya oo amar bixinaya oo ilaahnimo sheeganay fircoonkii shaqaynayay waa dhintay way arkeen inuu dhintay markaasay waxa nooleen baadan ilaa hoos bay u guureen meeshii ku ilbixi lahaayeen oo firqoonka ilaah sheegay jiray war uu dhintay ilaah aan khaaliq ahayn ma jiray meeshii ka dhihi lahaayeen hoos u ilbixeen hoos bay u daadageen oo wax aan ruux balaayn ba ilaah u malaayeen waa aqal xumaday kamid tahay waa sidaas oo kale wax kasta oo jamaada ama mayda oo aan waxba taraynin waxa weeye qofkii dee ilaah u malaayey sawdaqan ma aha oo inuu wax taray ay la tahay ee waxay ka ninkii baa ku badawsaday yiri waa kan ilaahay واذكر كشيك إذ قال إذ وقت قال موسى أكوير لقوم تلكي يا قوم تلكي إنكم إذنكم ظلمتم وظلم سميسين أنفسكم نفتنا ظلمين أو دبات أسوى شيدين أو مال عبادته ما لين لهين بعد دكتين محاط كل ظلمين نفتنا باتخاذكم سميس شدين أما يلا شدين العجل دبقى إلها آتك يلتين فتوبوا توبة كينا إلى باريكم خالقين أو توبة كينا كالله توبة كينا العبد وخالق إجماع كان ماها فاقتلوا أنفسكم مركب جوابته وحي كده قنتهي وسألوا التوبة كنا ده إسلاية وحوي إسلاية معناه ده وحوي وحى ليدي أنت أن دي بيجوا سجودين العابدين يا قوة وحلينا يا وحل وحي دي بيجوا سجودين وقوة الله لينا مركب قوة وحدي لي جاي وحوي وتوبة كان ولا جا أقبلي ويجوا محيك التوبة كنا وأمر بين سنين وين كون وروح لسكدا يا مدهم هو الذي لي أنا شهيدين ويشهد ويدم بيجوا ولا جمري waxa sida uga dhow kulligood way isaa kulligii islaayaal islaayaalay marka dewey iskula hagaag way wadad wada dhashay daruur baad soo dhex gashaalay dedo dada soo dhex gashaalay marka midba midkii ku xigan buu dabada u qabtay khalas markii ila 70 kun ay marayaan salaadu markay dilacdo qoraan soo baxday isku bilaabay ila barqadiba inta islaaynay yu nabi ilaah muusa allah u tadarrucayo markaas laga koryeelay safety toobadiina waa laga aqbalay kii dhintay shahiid buu noqday kan kalena shahiid buu noqonay marka faqtulu anfusakum wal baada waxa isbarbar dhigtaa toobadeena inaga toobadeena iyo toobada qoladaas dhibka haystay wuxuu ahaa meel aan masaajid ahayn meel aan kaniisad ahayn salaad kagama asaxayn hadday nijaasi meel kaga dhacdo waa in la gooyo meesha oo sidaa loo gooyo wey inaga waxa weeye nijaasi inagu dhacda waxa inaga maydhi biyaha inaga maydhi nadiifta ah salaaduna meeshay kugu qabatan baaban meesha xera arribaha ahaatay halkaasaad ku tukan toobakaan kore ilaa yaa tubtu إليك يا الله بس ولا قبلها
بل إلهي برواقدوا إلى سيئي فاقتلوا أنفسكم نفتين الدلالي ذلكم سداس إناد إسليسان أو توبة كأنتان با خير لكم إذين خير بدن عند باريكم خالقين أكتيس فتاب عليكم الله إذن كالتوبة أقبل مركا الدنب قال الله تمادين إلهي يكال السميستين أو تو إلهي توبة ديبو إذن كأقبلوا إذن وافجيوه توبة دو الله إذن كأقبلين وإناد إسليسان إسلين تاسونا نقر لك لقالي ميه دنب قوضة أي لي مادين هاون با أبالو أوي وقصاصان إنك قلنا هذا قصاص سوما شكتو ذلكم سداس توبة كأنكا هذا الله توبة كينيسان وتكا أمر قانا ديتان با خير لكم إذن خير بنا عند باريكم خالقين أكتيسا فتاب عليكم ألا وإذن كتوبة أقبلي وإذن وافجي توبة ديس إنه الله سبحانه وتعالى لغي قانا مروال با هو ألا التواب كتوبة أقبل كبدنوي الرحيم أو نحريس الله سبحانه وتعالى نحريس تيسا إي عقاب تيسا نحريسا كبدا أو كصور ريسا الله سبحانه وتعالى عدنا أغماء أرغوت الدنبيل أهان شري dambigi ha lagu qaado ma taala qofku hadduu dambi ka noqdo oo dadku dambiga ka noqdaan allah rahmatiisi waadiya way idu waqti ka sheekey hadana qultum atilaahdeen ya muusa muuso lanu minna laka kuur rumayn mayna hadalkana jeegayso hatta nar allah ila an alle aragna jahrata si cadaana oo noorun indhaha ku dhufano fa akhadatkum waxa idin qabatay asaa'iqatu dhawa walidi ku dhawaaqay jacba idin ku dhacday وأنتم إذا كنا تنظرون وادعيشين ما كان تشعدوا إذا كنا عدي أدمينشين مدبم بكور دمناي سداسو كله مركا وحياة هذا وكي تدوات النن بوكدور تاي موسى 70 رجلا بوكدور تاي طورسين وتجد دين تي بالصوصين يا ويل تجد نبي الله موسى الله بالله الله يمر سدايل 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 الله هذا الكيس مركا مغلين بين هذا الكاء والله كلها الله يه كارم إنسان ما ينوي عليه إلى هذا الله إنها نصر تاي marka waxay la ahayd alla wax la arki karo jismi oo meel taagan inuu yahay fikradaasay qabeen wa ka nabi muusa marka la su'aali doono ilaahay oo aan ku arko oo alla leeyahay lan taraani yarki meesid marka allah subhanahu wa ta'ala qoladaas heerkaas ay gaareen waxay dhayn ka marka nabi muusa way rumaysanayeen laakiin hadalkan ka rumaysan maynay hadalkan lagu la hadlayo ma ka rumaysanayn ilaa aan alla indhaha saaro aad bay weedab darroodeen wad kur ka sheekee id waqti qultum atiraahdeen يا موسى موسى لن نؤمن لك كور رمين مين لن نؤمن بك مدهن أديك كور رمين مين مدهن هذا الكاة شيئا ما كور رمين نيره تنر الله جهرة إلى أن الله عدان وأرغم عندها سارب فأخذتكم وحا إذن قبتي الصاعقة شعبا إذن كرد عدو والغرد واقعي وأنتم إذن كنا تنظرون وديقي سين سيدادو لمن يسين مدبن متك كالو إيقي وحا لدي صاعقة كرد عدي وحا وذك كرد واقعي بوها may wax iyaga ku dul dagay buu aha wax ka sabaade wuxu baa inta ku dhawaaqay nafti ka baxday marka culimadu qaar kood waxay leeyihiin naftu kama bixina way suuxeen markaas la soo toosiyo iyo soo bixay baa la leeyahay allahu xuleeyahay thumma ba'athnaakum walidi soo toosinay walidi soo baraarujinay min ba'di mawtikum dimashadini kadi la'allakum tashkuruna siyaada la ugu shukriidan waxa la yiri markay wada dhinteen nabiyullaahi muusa allahu u tadarrucay وحول الله يوم وحوي إخياتي ربنا إسرائيل واكنوا وإلى الشوكة مركان كنا قد وحانو شيئا ما أقال وضاك وي وضاك لتنا داني لها ما بيقرهم أي سنة يار إله هنو قبني وحس فهي ذا يدو السمايين هنو قبني ولا سنو ليالي بك موت كاس موت أبو أهبالي ولا سنو لي مركا ساي عمري قد أولا ما يستع عقاب أهب موت كاس مركا ساي أولا ما يستع علم دقار وحيليه ما يوالا السوحيي وحا موقته آيات كم موقته بعد موتكم بالذي سوته سنباله ويدن تنكوضه إلى هذا الله سبحانه وتعالى وحي تاسو اتصالة وتاهي الله إنه صنع لين كردت كم ملكو دي لمر لبعدين يسوع لين كرد واتصالة عضل لين صهر لغاية مكا إلا نعمة كو شكري دان علمة وحي إليهن مركي صنع لين تكليف ما نقول لي هايو مرد مشادة وراء الله حساب الدرد انتبه نقول إلى آخر حسابين مركا ندمه إنه ليهن بس هو أهل الدنيا تكليف تبالغ لي ما تكليف تبالغ لي هالي ثم بعثناكم والدي سوتو سني من بعد موتكم دمشدي نكذب لعلكم تشكرون سيادة الله أقول شكري ذان وذللنا وان كهو سينا أما كهو ريني عليكم دشينا الغمام الضرور وانزلنا وان دجينا عليكم دشينا وان دجينا معناه وان أبو ريوي المن ملب عراد يوسلوا شمبر قولة طير السماني وقلنا لكم وحانو إذيني لكلوا عنا من طيبات ما شيء كيسة ونكسر رزقناكم أن يكون أرزاقنا ماذا نمركي تيه وقل لعي
أنتي توريد قادم وياي المثل مروح على المجال هذا قالوا سيدا ليروا الديدين باتيه باكل عاي بين مصر والشام بسيدا أور وريدين ماشي ساك كجورة ما انتظرنا واحد سعدان بمركي دجان ماشي أكثر دي ببتشو جنبه 40 سنة يتيهون في الأرض بكاسوا حيلهم والقرح بأن الدي ليس سيدايا الله الله أبو بريدة ضرور بالوس ما يمالتي أو ما نيسا قبلكم مركو لعنة ويكقاد هبين كيساء الضي حيوه حدقها واركان مركزي إلى هذا ودعونا ما يسنى بالكورة الله وحسي من يسلوى من يقول وقعد يهي وحوي ملبك أكله وواحد جيدها دش هذا كسر الدقي بالك اللي إلى هذا ربك أما يحنيك سدا وكسر الدقي عوسك يوحى وواحد جيدها كسر الدقي وملبه أنطى السلوى والشمبر وحونا وقعد يهي الشمبر كابها اللي إلى هذا كبرهيد ذك قاركود إلى هذا قارنا باللي إني إلى هذين بان أم ملاينه بالير إذا بكر إن الإدارة وارونا بالير دقيقين ترى محرجة كير تاسع وقتها مركز صور كذا عرفته أسلوا مر مركز شنبير تاسع إسكت صالن وهجاكسن يوم نجاسون بالصلاة دي إيش وتوسيع لما أقوله عاو إني وحد بتان لما أقوله الله ساس يقول نعميي مركز واقه هذا الله بدن بشيء جيان وده وحياه بدن بعد عي والنعمة اللي سيره بن إسرائيل يقول نعميي أي قرثان إني الله كشكريا oo dabadeedna ay nabi ilaahay maxamed uu sifadiisa ogihiin faa'aan abayogood baa loogu nicay wadallalna waan hooseynay aleekum dushina alghamama daruri wa anzalna wa soo dajina aleekum dushina wa nidina burra almanna malab iyo wasalwaar shimbir goola tayru samani kulu cuna yaanu idin ku nidi qowl ba meesha uu qadara min tayibati ma shay kisa wana jirizqna ko idku arjaan marka almanna wasalwa wa rizqi tayyiba way wa shaqaayaga kamarham إني جرجريان أما نذيفيان أما قل يوح سحر كسارا كمرهم إني ملك سوشقيان كمرهم ماشاء يشوعان بوجو إيماني الله عليه مركا وما ظلمونا نما أين ظلمين مركا حق الديدين نما ظلمين ولكن كانوا وحيا هنا أنفسهم نفتضي يظلمون كوذلمين يعني اللي بعد هذا فربنا يجسين يحق الديدة خيبنا إسرائيل يجا وحسكوا عليه الله وحبكم يل يعيد كلاتونون وما ظلمونا نما أنا يظلمين ولكن كانوا وحي انفسهم نفطوا يظلمون كل قوه الذلميه واذكر هذا لك شيخ بالي اذ وقت قلنا ان كنري ادخلوا قلا هذه القريه مقالدان قلا وفكلوا كعنا منها مقالده حقها حيث شيتم مكان كسو دونتان اكلا عنفار غدا واسعه وادخلوا الباب مقالده كقلا الباب كقلا مقالده قلا الباب كقلا سجدا انكم خشوعسن او امر قادنيا وقولوا لها حدة لها يعني سؤالنا أما مرادنا حدة دم بشديد وي مركات سيدا يشان نغفر لكم والدين لافين خطاياكم قففتي نبالدين لافين وسنزيد ولبا وحان أكر لنينا المحسنين كوي سمفلين خيبنوا إسرائيل وحال لغيري مقالة دنقالة مقالة جبابيرات دقن لمن عمالق الله إلى جبابيرات دقنوا نحري سلا ويالا وكي ليهن مركا مركي مقالة دقالة ليهن وكي ليهن مركا مركي مقالة دقالة ليهن وكلله يا مركه مقالده مره قال لي انا وهل كان اسك سي جوغيناي ادي الى هو كسو دغالبه بيد ميشا تا هو كسو دغالبه بيداني مركه مقالده وهي هيد بالي بيت القدس اما اريحه بي هيد بالي اريحه لفتيد بيت القدس هو بيكو اكتالا جبابيردي با مركه دغن مركه مركي قال لي يديكو ولي با سجودتن او خشوعسن قال لي داد سدا ييشان انتي ني دنبابتي وا ودافينا انتي ان دنبابنا وأوسى كرلينا محسنين وأنت عندم بابين وذكر كشاكة بالليل إذ وقت قلنا أن نكون ندخل قال هذه القرية مجالد عن قلا مجالد وأريحة وبيت القدس فكلوا كعنا منها مجالد حق هذا حيث شئت ماشى دون تهر غدا عنتان واسعة لول كان شامل إلى هو لول آد السنة أو برواقة وحول بكبحان وادخلوا قال الباب الباب كقلا ليل مجالد سجدا حالات سجوتنتهين وقولوا لها حضة مسألتنا أنك بريد يدو وادن بالداف لها وشيدد يدو وادن بالداف لها هذا سيدا يشان نغفر لكم وان إذين دافين خد آياكم كففيني أو كوي ديبقوا سجودي أو كوي خلطك قالي دن بقوا دي والاق دافيا وسنزيد وان أزيادين وأكر لنينا المحسنين كوى السمفلنا وأكر لنينا أو إحسان كأي سمية وكوي أن دن بقوا بدن قالين فبدل وي بدلين الذين كوي ظلموا ظلم السميين قولا قول بيكون بدلين وحيدها لا يري وغير الذي كي غير كي قيل لهم لا يري فأنزلنا وان دجيني
على الذين كوي ظلموا ذل مسمي فجدا عذاب بان كجد جن من السماء سما الحجر بسبب ما شيء سبب كانوا يفسقون كوفسق السميين قولك وحي كوب بدلا حضة مركي ليري حضة قولي يفعل بوي بدلا حضة في شعيرة بينهم قمندي هاد بانو ربنا بينه ماشي حضة دم الله فبر ربنا كله لهاين ماشي سجود كجقل لهاين دبادة كوس قيم بالي عصلاتي دبادة وقرقر تيم بالي لبدي بمركي بدلين الله وحوك عقاب سبحانه وتعالى عقاب دشة كجسور لعدي عقاب تاسونا وحي هاد بالي داعون بان قلي بالي داعون كمانكم يا كمانكم يا كمانكم يا كمانكم كلاي يا قلي بالي الله سبحانه وتعالى وحولي فبدله ويبدلين الذين كوي ظلموا ظلم سمي سيدي دها الليل وحي كوب بدلين قولا قول قول كاسو غير الذي في غير كي قيل لهم لو يريدها حدة بالو يريدها قولوا حدة دم الله فبار ربنا مركاس حدة في شعير بين هذه الله وحولي فانزلنا وان دجني على الذين كوي ظلموا ظلم سمي رجزا عذابا من السماء السمضة بسبب ما شيء سببت كانوا يفسقون خوي فسق السمي بسبب فسقهم marka waxaad garanaysaa dambigu dhibaatadu leeyahay iyo fisqigu Allah subhanahu wa ta'ala sidaas u galay mid kale mulaahadada meeshan ku jirta hadalkii Allah dhahay yiri bay bedeleen hadalkale ku bedeleen isla yiri hadaan soo qaadno meeshan munaasaba istawa ala al arsh quraanka waa ku yiraahda Allahu ar-rahman istawa ala al arsh qul ya bedeleen wax istawaadi wax ku bedeleen istawla istawa waa waw soomaa lam bay ku bedeleen istawla bay yiraahdeen كاسين معنا كلاو حمبارين وغالب نخضي الله سبحانه وتعالى عرشه أشياء ذا نبسه كما غالبها الله سبحانه وتعالى سو بدلات نبا ما قولنا أني حضة ماشي لقي بين نوم بيكو زيادة حضة بينه وبدلات قولنا سنووه قي بين لامكو بدلة استولى مركاسين معنا كلا هذا نسي معنيه سي أمدينين سو بدلات نبا ما الله عليه سبحانه وتعالى واذكر هذا نكشاكي إذ وقت استسقاء روب دوني أما بيد دوني موسى موسى لقومه تلك هو بيداني فقلنا وحانو كنري اضرب كل فا بعشاك بعصاك اشادا الحجر لقاح كل فا فانفجرت وحاك صبر قدي منه لقاح عقيسة اثنى عشرة عينا لبي يتوان الهات اما لبي يتوان لاغات فاك صبر قدي قد علم وي اقيهين كل اناس قبيل والبا مشربهم ماشي كعب الهي بيقراني وقلنا لهم وحانو كنري كلوا عنا واشربوا عبا من رزق الله الذي رزقه سكعن وكعب ورزقه مركا والمن والسلوى بيها النعبى ليلي ولا تعثوها فسادين في الأرض للك مفسدين حالات فسادين إيسان وحين ورنيهم موسى ليلة حقين وفادين بينهم بيها حقين كهلا دقاحا كل فالي مركا دقاحا ألبا هادا كتكتا مركا علمات وحيليهين وجنس حجر ورن ودقاح كسو أشاء وكل فتا بيها كيماني الحجر جنس الحجر ولينا وحيليه ودقاح قاره ay wataan oo markay wataan ee meeshii degan baa inta la soo bixiyo ayaa lagu dhufanayaa u sii waxa ka munaasabsan inuu dhagax kasta oo uu arko uu soo ku dhufto in biyo ka soo burqanay waxa dhinac kale hadii laga eego dhagax farsamaysan inuu yahay oo dhagax ay wataan u yahay baa dhic karto ila 4 bilmetal 4 qaftin buuleeyaa ama 4 sarag buuleeyahay farq walba saddex laagood baa ka burqanaysa markay uu shaa sidaa loogu dhufto waa mucjiso cajiib ah weey biyaasi kaabayn biyaaso iska wadanayo meeshii deegaan baa dhagaxa loo burqin biyihiina dhagaxa lama socdaan mucjisadaas mucjiso ka sii cajiib badan nabi ilaah maxamed baa helay isaga farihiisa biyuhu ka imanayeen farihiisa markii la oomo ama biyo loo baado farihiisa ay ka soo burqanayeen oo laga weysiisan oo laga cabay oo lagu qabaysanay nabi ilaah maxamed calayhi salaatu wasalaam waydu waqti ka sheekay istisqaa uu roob doonay muusa muusa liqoomihi tulki uu roob doonay faqulna waxaanu ku nidi idrib كدف بعصاك أشاد الحجر لقح كدف فانفجرت وحا كبر قتمين لقح إثنى عشرة عين لبي يتمنى الله سورة الأعراف فانفجست سوماهين تنوى فانفجرت مركع علبته وحيده اللقظة تقانا انفجاسك ومركع أهر ريسي سوبونا انفجاسك وسوبوتين تهر انفجارك نوى قلقل كدن بأي قلقل هيا marka markii uu horeeyay biyo soo gooday waxa lagu sheegay suurad makkiyo oo quraanka ugu soo hordagay waa isku munaasabo quraan marka cusub soo dagay iyo waqtigi uu horeeyay baa lagu sheegay tana waa madaniyo biyihi dambe qulqulay baa aayadihi dambe madaniga suuradii dambe madaniga lagu sheegay culimada luqadda taqaana saas ay jiraan qad calima way ogyihiin kullu unasin dad waliba mashrabahum ay ka cabilahay reer bani israil waxay ahaayeen 12 jilib bay ahaayeen
سيلب والبهل كعب سيلب والبهل كعب قبيل بوليها أما هو قامين قلوا والبهل كاسي كعب قلوا والوي قرني سالك تغ حاول صدح ذا الله قاضي صدح صدح هم قلوا والمشي بيها كدرسن قلنا اللهم حنون لكلوا عنا واشربوا عبا من رزق الله ألا رزقه سعبا وألمن يوسل وإي بيها يوحن ورن الله يدين برواقعي ولا تعثوها فسادنين في الأرض للك الحديث مفسدين حالات فسادين والذنب يوحى اسكرداف هذا نوع حال يجري واذكر كشاكا إذ وقت قلتم آتلا هذا يا موسى موسى ولن نصبر كل صبر ما ينو وما أتكيسن كرو على طعام فياشين واحد لكلي فياشين شوكتو هذا يسير نهول يا الله أنا أقول ما كرينا وكعيسا دعني فادعو لنا نوبر ربك ربك يخرج لنا هنوص وصارو مما كي تنبت الأرض للك أصابحيه ومن بقلها خضار تيدا بقلك وحوي وحكا صباح للك أفر أبدا يو قسائها قره هيدا وفومها طون تيدا وعدسها أتر كيدا وبصلها بصش هيدا نوص وصار بيه دعامك واحد كي وحوي ألمن والسلوى والله بد دعام يعني واتشوكت يوشي دعام شوكت وهو مرول بالنهر يالا دواك عيسى دعنيه فياشنك يدلك يوحي أنه عني كيري يا نور ربنا بينهم ما قاع يها نو شيغان marka waxaa la yiri ilaahay qudradiisa nimanku geedahay aad u kala yaqiineen sidan ay u kala tartiibsan yihiin baqalku khudaarta faraha badan ee dhulka dabeec u leeyahay geedu dabeec u leeyahay kulayl iyo qabow iyo qoyaan iyo qallil waxan midahay nucnusaas ay kala yihiin baalay marka baqalku waa geedi fara badan ki qoyaan kala ha iyo ki qallal kala ha iyo ki kulayl kala ha iyo ki baqalkiisu hoos galayaan inta kale way kala tartiibsan yihiin oo qisuhu ama qaruhu wa qabaw iyo qoyaan yu leeyahay labadaas fuumkuna wuxuu leeyahay kulayl iyo qallalaan toontu cadaskuna wuxuu leeyahay qabaw iyo qallalaan basantuna waxay leedahay basashuna waxay leedahay kulayl iyo qoyaan bay wada leedahay saasay kala yihiin baa la yiri markii la ogaaday sidaa way marka saasay u kala tartiibiyeen baa la yiri waxay yiraahdeen qid waqti ka sheekay qultuma tiraahdeen ya muusa muusa la nasbira ku sabri bayna cala tu'aami waahidina raasina yaani shay joogta ma karro fad'u lana rabbaka rabbiga no bari yukhrij lana hano soo saaro mimma kay tumbitul ardu ardadu ay dhaliso oo ardadu soo biqliso oo min baqliha bagalkeeda waa khudaartan kala duwan ee dhulka soo baxda wa qisaaha qaraheeda ah wa fuumiha toonteeda ah wa cadasiha atarkeeda ah ama digirta iska dhe وبصلها يبصشر مركز قال له وحول يهي قال وحول نبي الله موسى أتستبدلون ما وحد كب الدلان إيسان الذيك هو يسو أدناه سيئ بالذيك هو يسو خير خير كبدنا يوفعنا مياد كب الدلان إيسان فاشن كان أي دلبدين إيا فاشن كان أي هايستان أي ديدين كان هايستان باك خير بدن محايا لمدى لأميدك طهرهرت وبركاء الله وبركاء الله أكياني مدك لواحد نبك مسو قاد يو سيد بيران عنيان مد كلا وا شراب يا وحل عبي وا براحبا كان يشيغيان هورتا شق او غباهان ياهي ددن ما كلا دوونا وليهان waxa weeye wax tarka ku waasay lahayn malaha ma waxana ma sidana ku bedelaneysa muusa wuxuu la tastabdiluna ma waxad bedelaneysa alladiki huwa yasu adna hoseyi fil ladiki yasu huwa khayrun khayr banna taasu dibba male male ehbidu misr magala dagate tad warwareeg iyo mermerka iska deysaan dad waxa doonaysan man magaalo iska degtaan magaalo dega ehbedo misra wala tanweeniyey mala sarif ma marka magaaladii aad doontaan degaalay taas waa iska buux balay haddii aad gaashi ka doonaysan magaalo ay degaalay meermeerka ka baxa ehbedo dega misra magaalo dega fayna lakum waxaydii sugnaadeen ma saaltum waxa tuashan fasashii iyo bagalkii iyo waxa la wuxuu dhamaad ka helaysan magaalo hadda degtaan taas umiyada dibli wadduriba wala dul saaray calayhim dushooda adillatu dulli يوم مسكنة مسكين نمو وباءوا حي لن نقدين بغضب علي من الله ألا حقي سكال النقدين دل قال دل ساري وحوي يقو حروبي وكسو بحق ميسيقي ورلو كي أرضاد أقوة راك سناد دقي بي حقي الديدين ووحو البكوري مادين دل ما الله دل ساري مرك سبحانه وتعالى إلى يومنا هذا قول دار إسرائيليين تليدا دل ما دل ساري مبالي مرك الضربت معنى هذا والغو دل لسيوي وحن فاروقينين وكلاء يالله قد جاء وين وحول وحلليها إله هذا إني عدكه سنو ليهن مي يهود كل يقعد منه ولان كلام بالي ولا يقعد عدهم بكوه سير بالي مربى وحول الله أصدر عد باب إسا يو الله أصدر هتلر بوجود بيجي بالي رجع باب يجي بكر يهود دبعت هذا وحى كلا كل من وحق جديد بالي
وضربت والا دول صاري عليهم دشود الذلة الذل يوال مسكنة مسكين نمو يعبسي وباؤوا وحي لن نقضين بغضب عرض من الله إلا حقي شيء وإلا نقضين سمعني ذو حوية تدكم مركو عمل فلو إلا حوية أروتي ولا فوفيا تدكم ويفوفيا قال نفطو ذو الله يكسو إيبيني ويحريني قال نفطو شيدان بيكسو إيبينها مركي صور نقضان وحي الله حقي شيء كليمات عري كليمات ذلك عرض ذاسي بأنهم وحالوغو عرضي أنهم يو كانوا وحي يكفرون كوكا قالوا بها بآيات الله آيدها الله بيكا قالوا بها ويقتلون ويلينيا النبيين أنبيادنا بغير الحق قردرني كلينيا أنبيادوا قبيئهان لين تيادوا حق معها مركب بغير الحق ذو معنوه معها حق درني كلينيا يعني إني حق إني كلها يعني إني تشيري كرتميه يعني اللي باتدي يوغا إيجيستين قبيئهان فوحي فلان واحق درها اللوتين ذلك عقاب تاسي عرض تاسي بأنهم بسبب أنهم كانوا وحيها يكفرون كوة كقالوبة بآيات الله ألا آياتيسة كقالوبة ويقتلون ويلين أيان أما ويلين النبيين أنبيادي بيلين بغير حق قردره كلين ذلك قردره كلين تاس محاك يعني بما عصوا عصيان كوديون معناها قردره اللين توحاك يعني أول بي عاصين نقضين مركي عاصين نقضين بي قال لما أقول قد بي قال لما دي با وحن كيني با والدنبي بالدنبي بو دليا دنبي بالدنبي بو دليا ذلك لينتا يقال لماذا دماء عصو عصيان كودي سببتي سوي وكانوا وحانا يعتدونك واحد قد بي ميل والبقية وحي سميان إيا يهودي فرتي قادمة واحد قد بي والله سبحانه وتعالى أعلم وحكم